هذا ما قاله مدرب كرواتيا عن خالو لوزيتش والمنتخب المغربي. في أول تعليق له قال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي والذي سيواجهه المنتخب المغربي في افتتاح مبارياته في كأس العالم قطر 2022، إن القرعة وضعتهم في مجموعة قوية بجوار بلجيكا والمغرب وكندا. أوضح داليتش في تصريحات صحفية: مجموعتنا صعبة أمام منتخبات ظهرت بشكل جيد. المنتخب البلجيكي غني عن التعريف بنجومه، والأمر ينطبق على المنتخبين المغربي والكندي. وتابع: المغرب بقيادة خالو لوزيتش، نحن نعرف مدى قوته كمدرب، لكننا جاهزون ونعرف ما هو هدفنا. نريد أن نجتاز دور المجموعات، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا.